سيدا علي كنت أجل أهل السنة والجماعة وتجل السنة على دليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث أما كنت أجل وقت دولي إيمانك وانا زيادة وانا صام والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان لا يوقف سورة الجي قرآن بسورة الجي ما أرثي يحسروا لي بسورة الجي ذاك المؤمنين طاع يكسروا لي بسورة الجي وقت اليد يتحاكى وحاكى بسورة داس يحسروا لي داس إيمان قال لبب الجي وحاكى بسورة الجي ليزدادوا إيمانا مع إيمان إيمان يقولني من إيمان كلام كون الصلاة فكان إيمان كون كون روح أيها هكا فهم يا رب العكسين أنا المصاوم النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيا يعني وضع نغانوه وإمام مسلم مصاصة رأيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بكل خير إلى آخر الحديث حديث وانتظر من أي هاي مؤمنك حوك بضان مؤمنك حوك بضان أيا كخير بضان ألا لكتش عيلي هاي مؤمنك ضعيفة لكن لو بدل بطورس كارنا يمان كسو أصحوك بضان سيغلفت كسو طورس ما هلا بضا وخير با دوتي هو وحوالي بالك أصحريا كاكا على الأعضاء يا ذلك قال كل إيمان كل حب بدأي هاي قال كل نروي هاي لا بقوصية وقعك بقوصية لكن ما هدو إيمان كي سبسوية هاي وفي كل قيم أبا عمر الدالي الشيخ عود هرائي السلف مكملها كل إيمان الإيمان يزيل بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان كل حكور طاعة ولكن ما كان سنسكر سيادة يا وابضانة هدي الدبي كان عام أصم العاية وأنا أفضل تريد وعندك أقول ذلك ويقوى في العلم ويقف بالجهل ويخطر بالكفر يعني هو عام علم ما كان تراثون ودي أنت تراثوني ما كان ممكن هدي علم أبو أصم دعوة الجهل أن تسمى الله إيمان كان أبو أصم العاية إيمان كنت أقول وقع على الإبهام وقناعك وقفه ومعرفة إيمان كان ونحو الله ما كنت أقول يقول طيب يا رحمه الله سبب المجرد مذهب أهل السنة المطمعين للسلف الصالح مذهب في قتل السنة داعي وضيء ونعم قتل ونسرعها عيو حوالي أن الإمام يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإمام هو مركي ورانا سبعية وقرنا مركي معاصرة سبعية وصف العرب قلت ستحرك هذا الوحوالي أهل يدى قد أولئي هل يوحي يشارك صوت محرك إيمان وهم ناشى إيمان بدقاء وقلبه قلبه مركب إيمان قال أولئي هدفتين أيامك آم الله قلبه على هذا بمثابة الملك الرعي للعضاء مركع حبها لفي اليوم أما جبت السكرة مركع لفي اليوم وأبقى أما هو أما الحوين وحاكم كاملية بنهادة كواحكم كاملية قبلها قولنا جيك انتس القلون واحكم كاملية قلب الآيات كاملية ومدحوين الله سيدو مدحوينه مركو هلاله مطلون أيوها جاكس مدحوينه مركو حماله مطلون أيوها حمال السلساس التلو جابل ما ليش أطفك لها جامل مطلون تروك ووالكا سيد رات القلب آدي آدي مهم يعني لا يعني آدي آدي أبوه يعني لوالدين إيمان كاكا إنا تشاكر يسوه إنا تسفير يسوه قد قال إيمان كسي محوك بدأي هاي مضعيفة سيد رات القلب صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يعني عجل باجرة وقرماء قالين وحيرة وقفك من هذا يجب بسيرك وابو سبحانه وتعالى ووضنها ووضنها وقلب إلا واسفة وضنها وقلب صلى الله عليه وسلم ومسا عبدالله وضنها وإياه
حتى إذا دوا بعض وقفوا أجابي، حتى إذا نقم وقفوا حماري، حتى إذا وضحوا من صلى الله عليه وسلم. قالش قلت لي فهم اللي هو حجر سدوا عيد المشي الدكتور يغلب. هل كان سبعين وكم يوم؟ زاد رأيي إيمان كلا جهنم. وبيجي معايا قف هو ناك يستطيع حمانتي سوى حياكو برات إيمان السبيع بلسد هو ناك حمانتي لو حياكو برات إيمان إيمانك بلسد السيطاها لأن برات هيرت إيمان كاسو بلداس بجورو وحبا بانا إيمان توقع لما داما هاي وقت تبضا بجورو وقت فتر بجورو إن إيمانك آدوه يعني إيمانك وحا عقويلك ويرم في رمضان ضعف في رمضان دولار في رمضان أياد إيمانك كوي من سادة هذا يلا يا ابو ضعف الايمان بالدين بالتهاي هذا ما هو سوى ده هو طلبات كره وقصاصا اصبعك يا رب افضل ايمان في سوره ضعيف هو سيده تجربه هو قال والله هاي تجربه هو قال وحا كبلا اصبعها صديقه طول في الصبانه هو هو حوالي الابتعاد عن الاجواء الايمانيه يعني قفه جو الدينية وتعبسها يخير تلسفر أيو يدين تلاثين أيو مراك تلاثين أيو يلبح ونكسر للشيء جو يا صدق وفكر نحبه وحقيه من يضعف الإيمان الله سبحانه وتعالى وراك ما وقع عامتي أصحاب جيسا وعامتها سنة على أصيبنا وحلو على رأيها يقول لي محمد عليه الصلاة والسلام الجوغة وقرآن كي نبي سنة إن بلقوا لخشوع واحد ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم قصروا معنى الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أصحابي يا نجاري وقت جيدتك أنت يبدأ من الوضع خشوعهم يا نجاري وديتكم خشوعهم على ما دار وعد النبي صلى الله عليه وسلم جل من عن عسل واحد يجيب سود لي وقبلوا لي حاجة شوية لو على قفهم يا رب مك الجو يا وعودي يا وإنك مخدح بحقهم تقولي إلى يران الصوت لك عكس من يران ضعف الإيمان وكل ما هذه هو الوقت الآن وكتبه ومدبداً ويقول لك يسوى لأما عشر اللي يسوى لأما الدين مغيبا لأما ومدكتبه فترة طويلة وحيماً استغل بيسم الله قلب الغلالة وعنانية وحوالي إيمان جنسي الله سبحانه قلب الغلالة وعوالي وكاس الكفوين إنه كل نوري هاي وفق بيئة فاسدة بيئة أما ما عرفت موها كل مكة عمان تقاط مفاقتا ومعاصيها إلى دمية إلى الصباح إلى السهر إلى حرام تنبوس كذا إلى وحيرها في العين بيئة نوع عاصر كافر كل حلول يا هاي وكل حلول المخ إيمان يستطعك لك إيمان حيا وحاصة صامية سلا شلولية سلا دريبية أقول بسوطية ويجب أن سامينا يا معلوم وحكا صغور وحايا وفقاغل وفق ما سامينا يا وفقا سامينا يا وحاكا تدقل بيها وحاكا دعيا هذا السبيل هو صدع محمود وحايا وحايا المجتمع ومن هنا يا قسم السريع قد يشفر حياته لحنا وشاهد قلق صدحاب عبوية كثرة الانشغال بأمور الدنيا قفه مشهور من فؤاد اللطف وهو بارجه وما عامك وعاق الصور أما إلهي سبحانه وتعالى الله خلع مريه وما عامك إلهي سبحانه وتعالى أما هو كل بيه السوق هل يقول لكم مش نصي هاي قبل نادي يا لغالك الشقي يا عبور يا هوان هل توصي الضوء قبل انت سنوك انت ضعف بك إلهي وكل مدي عبورها يمام إنا نوفي الدولي إنما أموال وأولاد فطرة لا يقول الله سبحانه وتعالى حولينا يعرضونه وامتحان وعكمل وحيارها لما في تعيثية الإفراط في الأكل والنوم والسهر و
والضحيه وكره الى اخر هذه الامور. هل توقف على وحوى يبتصلوا معركتين عمر وحالا من دهول ده فرع بضل سوجد كفرع بضل قصر كان يكفت كان يشكل فرع بضل وحيا الله يبطع في قروك يا عيكم. النبي صلى الله عليه وسلم حديث إمام التلميذي ابن ماجه لأحمد صلى الله عليه وسلم إمام ألبان في سفر الجامعة تضوات الاستاذ سطح قلت من دواعي النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب. سكتشل قصر كفرها بضحك قصره تيغفك حسن كيس حرام قصر كبير هو بضحك عليه الصلاة والسلام على الله عدين قصر كتح ضحك ضلال ما يتلقى شيئا وكرهين هذه اللي بصد قصر كرام هو لما تكون كيري يا إمام كاي مركا قصر كفراه بضن استجر النبي صلى الله عليه وسلم علي قصر كفراه بضن وعبو كيري يا قفكا قلب يسرق ماضا وعضعف الإيمان يا قولا ونضي المكا سوجد كي هو عصور المكا وعنين يا سلا صفا ونضي دي قفكا نوع وحيوانا يا قلس ما بيبك قلس قلس تكفو وحيث هي نشاتي وفكحتي وخشوعي وهوصل عيضة ونبضة ونبضة بركع على وشع مردها هي أهوحي الكجرة هي حاجة ما نفسوع وقلوب وقلب كلية لكن ما هو وفق مطبضة لما قلب يسكو محفظة الله يسكو لدي وقلوا دراما يا وفق مطبضة رحمه الله وليس كبوغة وحكم دا وحيا ما يبقى يكون ضعيف الموضوع لأن طف الله صاحبه وصحبته وفقه يسكو تكح العلم من الصاحب على سيرهم دعي لبلا صاحب وليس صاحب المرء على ديني خريبي طب كوفك بس حيدي هاي أبو لنا رمضان لعالم الله هاي مخلاف وهذا كان يسأل صاحب الطاعة وحصل هذا السبب صاحب ريدي وصاحب ريدي هو كان قاعد صاحب صوت هذا اسمه كرامتي وكمان هذا صاحب صاحب وإذا كنت جاب له تاع وحصله إلى هذا السبب وأنا أقول هذا ذكر أو حاول صاحب ما مش كمحس مرك صاحب المعطاء تعبه كوك يا دعوه على ايمانك وهي متصاعدين يا الدول كله قاعد يجري الدول كله قاعد يجري صاحب الرئاسة والصعود والتابع والكاسب والجنوب شغال لكن ما انت صاحبك وكل لهم برئاسة وكل صاحبك بضل وعوي المرعي سواء على الجوال موبايل بابا يتفي يوحي لبنى وعلى ذلك مكاسر أفر جازات أعرفت أخوها سنداء من عقبها سنداء وأخو شكينا يا وأخو أخينا يا وأخو كنت صيادة دوك وحكين عيا وصول رغلنا يا وأخو كشرية صحي النار دور الضروها بركة صاحبك وبكوف عيا هاي وصاحبك عرفتها وصاحبك سعادية هذا إرادة نقول لكل أهداتها قرآن وقف على أهداتها هاي صاحبي اللي توجه على الوركة أمو كان يسن معي أربع حصان كل صوصه قم بس استهزان وسكت في الرساء صاحب بيت الجوامع لكن صاحب كاس هوج الوبناء لأنه شعوب ويرى يرى يا الله ترى الله بيت الجوامع نور كاح على مرايا بك كراك سهل الله لكن كراك شر الله كاس هلا بعشر طلا وحوضات المش وهذا سيء وكل عليه ما كان هو يوقف مسيء يا هي الله صاحب هذا هو مسيء واحد كم إذا غفوا أحياناً من قطعي في غفوا وكفوا قالا بها علم الأبو أخ الصحرات علم يعني بها علم الله وما ركتري أي دروس تأيو العلم لأيو أخو أخي يا أخو أخو دروس أبدا جوير صار ورشا يعني يطلع في إمام عبد المريض وفي رمضان وحيانا ضعف كان لكن تاس ضعف الإمام وحواك يا لا وفرمدي لكن خاص بقاب سنة قولك كلا عبود بين الله وحبيين محاضر قد تعقفك إن ضعف الإمام العين فبس قد أكرا وحيا ما أقول يسمى حكم إذا يقف منه ضعف الإمام كل عين وقصود أنك حكم إذا استطلال أو دلو تنبيه لو سهشن
وفضلت تد يدي يا حمدي يا مستدرك يا ذلك يا قبيالي وحيا بها في عناد السقم عالي وعبو بقى ضعف الإيمان بقى عرامو ما عرامو يفهم عربية وقواه وكسر ضعف الإيمان رجلي أولاك عادوا يقول لك سيئة مارك تاني يقول لك تلين قفك يدب الفضل يسطط حكا كده قولش قواش السرف كان لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن ينظر إلى عظمة من عصيته دب يا يرات سائلي الله عصي سوينات السماوات المسح الفارس هذا حي نعمة السماء هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحقرات القلوب سكتشلا دم يلا رفض الله يسمع دم يلا رفض الله يسير كتشلا بركة رفض الله يسير دم يلا رفض الله يسمع ويكوس هذه دم يلا مهدا تربيه يكوس هذه ضعف الإيمان عبك يا ضعف الإيمان بعد أبو هيا تختر بعض بعض تختر كيكو مناصر كعبا بعض قل كرلا وحاصل أنت استعرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن حديث كان مكسر يا هدي قفك وحيوة حرانة وسوريان كيسي إنه وحكم غير مؤمن لما معه قفك الزر استهزنا فكو سوريان المؤمن معه من المساء العزاء فكو حريا مؤمن معه فكو خبرنا عبده يا حيوة حرانة يلعبه مؤمن معه مؤمن كاسمك واحد العلماء إلى الآن يعني مؤمن كي كامل كهاي الهرين قف كاسم مؤمن ومعنى هو ضعيف الإيمان ضعيف الإيمان عن السنة يدود بيدها خمرنا يزنانا